2 3 4 طلعت لك لعبه حلو اكبر ما بلعبوا الالعاب شي ما تلعبوا ولا 3 4 5 6. مرحبا متابعينا كيكو، رجعنا لكم بفيديو جديد تحدي جديد. اليوم التحدي راح يكون عن لا توقف على مربع الخطا. معي اصحاب هلا متحمسين ما شاء الله. هلا رح نلعبكم لعبة حلوة. شوفوا قاعد عملنا عملنا زكزاك، عملنا لاين من البازل النمبر، وهون الجيفت. رح نشوف مين بضل مستمر لآخر اللعبة ويربح معنا سكوتر. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. مين رح يفوز بالتحدي اليوم؟ عنا هون تو بوكس، بوكس القرارات المش منيحة وبوكس القرارات المنيحة. اللي بوقف على اللون الجرين بختار من البوكس القرارات المنيحة. بس عندها عشان نعملها هيك عم نختار رقم. واللي بوقف على اللون البينك الدارك بينك بختار من البوكس القراراته مش منيحة سيئة. هلأ وقفوا من الكبير للصغير. يلا نبلش مع بانا. ارمي المكعب. 4 يلا 4. طلع لك المربع السيء. يلا اختاري بوكس سيء. يلا هيك يا كل سنة. سيء. شو طلع لك؟ ارجع للبداية. ارجع للبداية. بعنا رجعت من البداية. يلا سوار ارمي المكعب. فور. ارجع للبداية نفس بانا. اخترتي ورقة بانا. يلا مين اللي بعده؟ خد يلا سيك. لا يلا ارميها. 3 القرارات المنيحة. طلع لك جرين. امشي خطوتين للأمام. بلو. طلع لك 4 1 2 3 4. طلع لك القرار الغلط المش منيح. ارجع خطوتين للخلف. 3 2. خلص وقف عندك. 6. تعالي هون. ايوه حظهم حلو. يلا دور مسوس. بس الورق للجرين. 3 مسا جرين. حلو. خدي اختاري ورقة حلوة زيك. امشي خطوتين للأمام. هلا 2. وقفي عنده. 6. فارس 6. يلا أمونة. عند أمونة. يلا دور سوار. نرجع لسوار. 5. روحي عندهم. 3. قرار حلو. يلا امشي خطوتين للامام. وقفي معهم. لا ارمي. 4 يلا امشي. 4 1 2 3 4. واو امشي خطوتين للامام. اوه برافو. يلا يوسف. 6 1 2 3 4 5 6. طلع له سيارة. 1 ماسا. ماسا مشت خطوة لقدام. يلا دور أنا. 2 1 2. خطوتين شطورة. ارمي. 4 1 2 3 4. 0. بوكس السيء ما منيح. اللي مش منيح. ارجع للبداية. فارس رح يرجع للبداية. رجع للبداية فارس. يلا هلا مين اللي بعد فارس؟ بانا. دور بانا. 5
امشي 5 1 2 3 4 بانا. القرار السيء شو؟ ممنوع تتكلم لمدة 5 دقائق. هاي صح حلوة صح؟ بس ممنوع تحكي معك 5 دقائق من هون لا يجي دورك. إذا تكلمت بترجع من البداية. صار يكلموا بانا. أنا فور يلا امشي. كنتي على 5؟ يلا امشي. 2 أصفر 3 بينك أخضر 4. ايش اللي ايش اللي بحبه؟ يلا يلا لا امشي خطوتين للأمام سوار امشي 1 2 2. يلا هون 1 2. الريد ارجع للخلف خطوتين وارجعي مكانك. يلا ارمي 2 2. ريد لقرار سيء. هاي خدها خدها ولا تطلع لك حلو. ارجع للبداية. يا حرام. 3 1 2 3. على الريد. قرار سيء. أنا جرين. ما بعرف. ارجع للبداية. كلها. يلا. كلها. خليها مش مشكلة. 6 امشي 1 2 3 4 5 6. ما قربت. انا قربت بس انا بعدين. انا 4 1 2 3 4. طلعت لك لعبة حلوة. خليكي واقفة مكانك. خليكي 5. يلا امشي 1 2 3 4 5. لا بس طلع لها لعبة ال او ال. فارس 4 امشي 4 2 3 4. قرار سيء. ارجع خطوتين للخلف على 2. ارجع على 2. انا بدرح الحمد لله. يلا بانا 2. انا هون كنت على لا لا انا كنت على الرد. على الرد يلا 1 2. خلص هاي لعبة اولاد اكيد ما بدك اياها صح؟ ما بتلعب ولا العاب. اكبر ما بلعب ولا العاب. شي ما بتلعب ولا العاب. 2 سوار الرد. لا لا سوار اختاري قرار سيء. ارجع للبداية. يلا ارجع للبداية. يا حرام سوار. سكس عنتيا. ثري على الجرين. في شغلات حلوة أنا كاتبتها لمشة قبل تطلع لكم. تأخذ 100 درهم ولا تضل مكانك؟ تأخذ 100. يعني تأخذ 100 درهم وتطلع؟ ها؟ بدك تطلع من التحدي؟ لا لا تأخذ 100. يلا شو قرارك؟ تأخذ 100. لا درهم وتطلع من اللعبة. خلص خلاص؟ خلاص يلا اطلع من اللعبة. انسحب يوسف من اللعبة. رح نعطيك 100 درهم. اوكي يلا اقعد هناك. يلا 4 1 2 3 4. ماسة فازت في السكوتر. خلينا نشوف مين بفوز تاني مرة. يلا بعد امونة. يلا امونة 6 1 2 3 4 5 6. اللي فاز الثاني أمونة. أمونة أمونة مع حالها. بلو على لون أواعيكي وسكوتر بينك على لون أواعيكي. شو مبسوطين على الهدية؟
إذا عجبكم الفيديو